صباح الخير صبايا، في منهم عم يشتكوا بيقولوا ما في مجال نشعل المنقل بالمنزل. بكل بساطة رح أطرح عليكي فكرة كتير جميلة، الكبة المشوية. الصبايا اللي عم يسألوا هل تفرز؟ نعم تفرز ني، من طالعها قبل نص ساعة صبايا. الكل عنده شواية، ما عندك شواية ممكن بهالصينية. الشحم اللي عم ينزل منها عم بحطه هون مشان احطه بالفرن، اشعل من فوق ومن تحت، اثبت الشكل وبعدين بدخنها فحمة قرد. صبايا بهالشكل اخذنا شكل للكبة المشوية. هلأ برفعها مشان احافظ على طراوتها، وبدي ادخنها بنفس الوقت. صبايا هاي مغطاية، عم بعملها على دفعات، بحطهم بهالشكل. بالنهاية بسخنهم تسخين وقت العزيمة. وإذا بدك تكملة شواء أكتر ممكن وضعهم بالصينية بهالشكل صبايا، مشان نكمل شوائهم. الصبايا يمكن دا يسألوا انه اشو هاد، هاي الشحمة نفسها عم بحطها هون. بشيل هالشحمة، بدي احافظ على رطوبة الكبة وليونتها ولمعتها. صبايا مثل ما قلنا ممكن زيت، ممكن دهنة، ممكن شحمة، ممكن سمنة، حتى الزيت اللي قالي فيه مسبقا معلش بتحطيه بصحن يكون بهالطريقة. في منهم بيستعملوا قصدير جود بالموجود، بس عم بيقولوا انه بيأذي. طيب ليش في شيء ما بيأذي صاير؟ اخذنا هالتدخين، اخذنا كأني كبة مشوية، شويناها على منقل الشوي.